بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة حسن زراعة الأسطح. اليوم كنت واجد في مدينة الدار البيضاء في المنزل العائلي، وبغيت نتقاسم معكم واحد التجربة ديال الباباي. هذا الباباي العملاقة ما شاء الله، انتما كتشوفوا واحد الفرع كيفاش داير، والفوق جعل الله الثمار غزيرة. نطلع نصورها لكم باش تكتشفوها عن قرب ان شاء الله، ونوريكم الطريقه ديال العنايه اللي كندير ليها، وغنديروا ليها بعض السماد ان شاء الله. تشوفوا الثمار كتساقط، لان العلو ديال تقريبا واحد 10 متر هنايا كاينه، كيتساقط الثمار حتى كيتهرس. وانتم كتشوفوا الثمار تساقطت هذا الصباح، هذه كانت شويه الرياح. هذه قسانيتها، هذه من اكادير، جبتها من اكادير تقريبا، هذه واحد 14 سنه وانتم كتشوفوها معمرة ما شاء الله. شوف شوف الجذور ديالها، شوف واحد شجرة البابايا معمرة في المنزل. درناها في هاد الحديقة الداخلية بعيدة من شوية ديال الرياح، مكوصلاش الرياح، وهي معمرة الحمد لله. والثمار ديالها ما شاء الله. نطلعو نصورو الثمار ونصورو العلو ديالها وبعد نتواصلو. الآن انا طلعت باش نصور لكم واحد الفرع ما شاء الله. هذا فرع، شوفوا شحال ديال الثمار. هذا الباباي من النوع الجيد ثنائية المسكن، يعني ما كيحتاجش المذكر، في انثى ومذكر في نفس الوقت في الزهره ديالو. انتم كتشوفوا ما شاء الله. وهذا الفوق ديالها، حنا غنمشيو الفوق. واش كيبانو ليكم مزيان ولا لا؟ الثمار ما شاء الله. يعني شجرة ممتازة. باباي كنصحكم باش تزرعوه في المنزل ديالكم، راه مفيد للصحة وفي فيتامينات مضاد للأكسدة. انتم واش واحد التمرة تبارك الله، نصورها لكم هنا. هذه بابايا جيدة، شوف هذه متسقطتش، شوف الحب. هادو البذور ديال الباباي تسقطوا هنايا، هادو غنجمعهم ان شاء الله ونديهم نغرسهم لانه من النوع الجيد. ومازال نطلع نصور لكم فوق العلو ديالها الفوق. لاحظوا واحد التمره تبارك الله ما شاء الله، حيدتها صافي. دابا ملي كيبدا فيه الصفوريه صافي، راه طيب. دابا هذاك موجود، نحطوه في مكان فيه حراره، من بعد تولي كلها حمراء على هذا الشكل اللي كتشوف، تولي بحال هذيك. ها كتشوف الفوق قريب ما وصلتهاش، بعيد نظرا للعلو بزاف. نطلع عليها من الجهة الأخرى إن شاء الله. صافي دابا نهبطو نطيحو. العناية اللي غنقدرو نديرو ليها دابا، نقيوها من هاد الآفات باش متتسبب فيها في الميكروبات والتعفنات، ونحاولو هاد الجذور هادو نغطيهم بالتربة ونضيفو لهم السماد الحيواني. نديرو ليها على هاد الشكل هذا، نقيو ليها هاد الشي ونزودوها بالتربة، نزودو هاد الجذور بالتربة على هاد الشكل، نغطيو ليها هاد الجذور كاملين، نحميهم من التعفنات. كتشاهدو نحميو الجذور كاملين ونضيفو السماد. نحوضوها على هاد الشكل هذا، نضيفو لها شويه السماد في الجنبات ديالها، ونحافظ على الري ديالها.
وانصحكم بزراعة الباباي في المنزل، راه مفيد وغني وشجر زوين، ما كيكونش فيه الأوراق، كيف كتشاهدوا منظر رائع. وهذا هو المحصول اللي جبت دابا، اللي حصدت، شوفوا الكمية هذه ما شاء الله. ومزال غنطلع نحصد من الفوق، يلاه كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وتشجعوا باش تغرسوا الباباي في المنزل ان شاء الله. واخيرا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو الفرع يخرج من الشجرة الأم، بارك الله، شوف كيف حامل الثمار. وهذا فرع آخر ما شاء الله، ما وصلت ليه، بغيت نحيد من الثمار ما وصلت ليه. عندي واحد القصبة نحيد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.